حيول جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. أكد التواصل بعدما أكملنا أشواطنا مشاهدنا الكرام المشتركات والصعوب، وهكذا الانطلاق أيها الحبل الكريم لأشواط أخواننا السودانيين، انطلاق موفق نتمناه لجميع المشاركين. ناخذ مقدمة الشوط وأيضا حرف مع المركز الأول في هذه اللحظات حمود أو حذف حمود أبو زايد نعم يتقدم مع المركز الأول، بينما المركز الثاني في هذه اللحظات الشاهنية أحمد بن عيد يتقدم دوره على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث في الشروق والصديق صديق اللاقيدو يتقدم بدوره في هذه اللحظات مع المركز الثاني في هذا الانطلاق. شوف للمركز الرابع وشوف التقدم في هذه اللحظات مع هذه الاسماء، ولكن بعود مع المركز الاول ما شاء الله وتبارك الرحمن. تتقدم شروق مع المركز الاول، هذه هي شروق، ولكن عاد بوزايد في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق وبهذا التحدي المستمر ما شاء الله وتبارك الرحمن. ولكن هناك بوزايد يتقدم مع حذف مع المركز الاول ما شاء الله. شوف القادم من الصفوف الخلفيه ما شاء الله وتبارك الرحمن الشاهنيه، حمدان بن احمد الرشيدي يتقدم بدوره في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق مع اللحظات الاخيره ما شاء الله وتبارك الرحمن. شوف الرقص وشوف الابداع والتحدي في هذه اللحظات ما شاء الله، المسافه الكيلو والنص ما شاء الله. هذه الشاهنيه حمدان بن احمد الرشيدي يتقدم بدوره مع المركز الاول في هذه اللحظات وبهذا الانطلاق على الصدارة على مقدمة الشوط مع المركز الأول. تهانينا وناموسة على هذا الفوز، مشكور يا أبو أحمد على هذه المشاركة مع الهي شاهنية حمدان بن أحمد الرشيدي، تهانينا وناموس لحظات الوصول العبور نحو خط النهاية، فتهانينا على هذا الفوز والانتصار. وسلاماتنا وين؟ سلاماتنا وين؟ كسلة يستاهلون التحية. المركز الثاني كذلك عند هالي كسلة، عند أيضا أبو زايد، والمركز الثالث هناك تقدم ايها الحبل الكريم، ولكن اعود لتوقيت المقدار الدكتور 18. تهانينا والناموس لمالك الشاهنيه حمدان بن احمد الرشيدي، وتحياتنا الى اهالي كسره.